مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. نشكركم، لقد وصلنا إلى 10,400 مشترك، كل يوم بنزيد الحمد لله، نشكر ربنا. المقال النهاردة عاقبه زكريا بطرس، عدو الله وعدو الإسلام. تصدر هاشتاج عاقبه زكريا بطرس موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك للتعبير عن الغضب من القمص زكريا بطرس بشأن التصريحات المسيئة ضد رسول الإسلام. وغرض الرواد والنشطاء معبرين عن سخطهم الشديد على ادعاءات زكريا الكاذبة على نبي الإسلام محمد. عاقبه زكريا بطرس، اقتاح واسم عاقبه زكريا بطرس مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، وبعد ظهوره مؤخرا بمقطع فيديو يتطاول فيه على رسول الإسلام، مما جعل رواد السوشيال ميديا يستشعرون غضبا بسبب تصريحات بطرس الغاشمة والمنافية لجميع المعايير الدينية والأخلاقية. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مانيا إلا رسول الله. سلك القمص زكريا منهج الهجوم العنيف على الدين الإسلامي عبر بثه برنامج تلفزيوني يدعى فيه الأكاذيب والتضليل عن الإسلام، الأمر الذي نبذه المسلمين والمسيحيين أيضا، واستنكره جموع النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويقيم بطرس في دولة أمريكا، وقام بإنشاء قناة تلفزيونية ليقدم بها محتوى مرفوض وغير أخلاقي ترفضه كل المبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف وأيضا المسيحية أيضا، حيث أنه يكثف جهوده دائما في زعم الأكاذيب وترويجها عبر منصته. وليست هذه المرة الأولى التي يثير القمص زكريا بطرس فيها الجدل، ولكنه اعتاد على ذلك مرارا وتكرارا. إذاب زكريا بطرس على توجيه السباب والشتام إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منها، وهو ما يؤدي إلى تكريس الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد. الأب زكريا بطرس انقطعت صلته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أكثر من 18 سنة، فهو كان كاهنا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية، لذلك تم وقفه لمدة وتم اعتذار ثم اعتذر عنه، وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة، حيث علم تعليما غير أرثوذكسي أيضا. واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره. الكاهن السابق قدم طلبا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت، وقبل الطلب وقبل أيضا الطلب المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 11 يناير 2003، ومنذ وقتها لم يعد تابعا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس بها أي عمل من قريب أو بعيد. وبعدها ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق، وحذرت إبراشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها، ونحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح للدين الإسلامي لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة، ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين. زكريا بطرس هو قمص قبطي أرثوذكسي ولد في سنة 1934 ورسم في شبين القوم، ثم نقل إلى طنطا، ثم أرجع إلى كنيسة ماري مرقس في القاهرة، ثم عمل كاهنا في استراليا سنة 92، ثم عاد إلى مصر، ثم عمل في برايتون بإنجلترا ودرس بكلية الأداب وحصل منها على ليسانس التاريخ. أثر في تكوين شخصيته واتجاهه ورث عن أخيه إنجيل، والذي أصبح إنجيل بطرس فيما بعد. أعطته مجلة وورلد جائزة دانيال العالم عن برنامجه حوار الحق عام 2008، وصفته صحيفة الإنسان الجديد بعدو الإسلام رقم واحد. كما وضع تنظيم القاعدة مكافأة بحوالي 60 مليون دولار ثمن قتله.
أصبح اسمه معروف للعامة بعد ظهوره في برامج لقناة الحياة الفضائية التبشيرية في عام 2003، والتي تعمل على انتقاد الإسلام ورسوله محمد بأسلوب يعتبره المسلمون أسلوباً تهجمياً غير لائق. أثار الكثير من الجدل، ولم يرضى الكثير من المطلعين، مما أدى إلى تناول موضوعها في بعض البرامج الاجتماعية، كما حظيت باهتمام وتغطية من قنوات عالمية إقامة برنامجه على قناة الحياة. وفي يوليو من 2010 أبلغت منظمة جويس ماير التبشيرية، وهي منظمة تبشيرية أمريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة، أبلغت قناة البي بي سي العربية أنها ستوقف بث برامج زكريا بطرس في رسالة جاء فيها إن وسيط المنظمة في الشرق الأوسط أبلغ بأن قناة الحياة التبشيرية قد قررت التوقف عن بث برامج القمص زكريا بطرس، وأن هذا الشهر هو الأخير لبرامجه على شاشة القناة. ردود فعل الإخوة المسلمين، وأدى أسلوب القمص إلى خلق سخط عام من قبل إخوتنا المسلمين وأيضا وكثير من المسيحيين، مما حدا ببعض الأساقفة إلى التحذير منهم. وفي تصريح البابا شنودة بأن أسلوب زكريا بطرس غير مرضي تماما، وأن مشاكله لا تتعلق بالهجوم على الإسلام فقط وحسب، وإنما بمفهوم الخلاص واعتقاده بالخلاص في لحظة واحدة وبعد الهجوم عليه والمطالبة بمحاسبته. من هو المدعو زكريا بطرس؟ إنه مرتزق مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات، يتخذ من إحدى الشاشات منبرا لبث السموم والوقيعة وإهانة الإسلام وترفضه الكنيسة. لا يصرح له بالخدمة في برايتون جنوب لندن في إنجلترا مشروح، فقال من الكنيسة ومقال من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ليس عضوا حاليا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، محظور لقاءات ومؤلفاته، غير مسموح له بممارسة أي نشاطات كنسية، ليس مسموح له بأخذ الاعترافات أو ممارسة أي من الأسرار المقدسة حسب قرارات قداسة البابا شنودة الثالث والمجمع المقدس. الزي الذي يظهر به خاص برجال الدين، وقد سقطت تلك الصفة منه بشلحه، وبذلك هو منتحل صفة كاهن. مرارا وتكرارا أكدت الكنيسة رفضها القاطع لما يقدمه، وحذرت الدوائر الداخلية بالكنائس من مشاهدته أو متابعته. الردود والمناظرات، أدى أسلوب القمص في حواره الآخر إلى عرض مجموعة من المثقفين وطلبة العلم المسلمين الرد على القمص، وآخرون قرروا أن يتجاهلوا. وكان أبرز من قام بالرد عليه الكاتب المصري أبو إسلام أحمد عبد الله، والدكتور إبراهيم عوض، ومصطفى ثابت، ومحمود القعود، والدكتور عبد الله البدر، كما ادعى بعض هؤلاء القمص إلى مناظرة مفتوحة في مكان محايد جد إذاعة أو التلفزيون أو بالتوك. ومنهم الشيخ وسام عبد الله وخالد الجندي الذي اتهم زكريا بطرس بالتهرب من المناظرة، مما جعله يصرح في حوار له مع العربية أنه مستعد لهذه المناظرة على أن تكون في مصر. كان كاهنا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية، لذلك تم وقفه لمدة ثم اعتذر عنه، وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة، حيث كان يعلم تعليما غير أرثوذكس. واجتهدت الكنيسة في كل مكان هذه المراحل لتقويم فكره. رد بطرس بعد المناظرات، قام أبو إسلام وأحمد عبد الله بدعوة زكريا بطرس للمناظرة على أن تكون في مصر، وأن لا يخطئ بطرس في حق الإسلام، إلا أنه رفض مبررا ذلك بسبب أسباب أمنية. الحقيقة طبعا صعب أن يجي مصر. مطالبات بإسقاط جنسيته، قام المحامي المصري نبيه الوحش بتقديم إنذارا لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس الداخلية السابق حبيب العدلي والبابا شنودة، مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن زكريا بطرس لإخلال بطرس باستقرار وأمن مصر في الداخل والخارج، واعتبر أن إهانة الإسلام كالخيانة العظمى، وقال أنه إذا لم يتم تنفيذ ما جاء في الإنذار سيقوم باللجوء إلى المحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاستصدار حكما بإسقاط الجنسية المصرية عنه. طلبات القبض عليه عن طريق الانتربول، قاد محامي مصري
رئيس الجمهورية، وزير الخارجية والداخلية والإعلام، والنائب العام لعدم التحرك لمواجهة زكريا بطرس، مطالبا رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة التي يصدر منها بث قنوات وطرد سفير هذه الدولة من مصر وسحب السفير المصري منها، وطالب وزير الداخلية السابق حبيب العدلي أنس الفئي أن يصدر أمر بمنع بث قناته. سابقا قام 4 محامين بالمطالبة بنفس الشيء، دعوات لقتل، ودعا تنظيم القاعدة إلى قتل زكريا بطرس واضعا رأسه مبلغ 60 مليون دولار. والقمص زكريا بطرس، والقمص زكريا بطرس يلبس ملابس الكهنوت الأقباط، ولكنه لا يذهب إلى أي كنيسة قبطية ولا يتلاقى مع أحد من كهنته، وكان قد قدم طلب إحالة على المعاش منها بعد خروجه من مصر وخدمته بإنجلترا، وكان قد تم إيداع القمص زكريا بطرس في السجن 2 مرات، فكان من بين الذين قد تم القبض عليهم في سبتمبر 1981، والتي قبض فيها الرئيس السادات على عدد من الأساقفة والكهنة والعلمانيين قبل اختيار السادات في 6 أكتوبر 1981. وبالمرة الثانية 1989 وأفرج عن القمص زكريا بعدها، ولكنه أجبر على مغادرة مصر بسبب تعميده وتنصيره لشخصيات هامة مثل حفيدة الشيخ حسن البنا والأستاذة نايد المتولي، وإن كان لم يعلم أحد وقتها بتعميده للأديب توفيق الحكيم. ويرجع القمص زكريا بطرس بداية طريقه في علم الإسلاميات للكاتب توفيق الحكيم الذي كان يقضي وقتا طويلا معه في مكتبه يطلعه على ما كان لم يعلم به وقتها في كتب التراث الإسلامي. ومما يعرف عن الأديب توفيق الحكيم وعميد الأدب العربي الأستاذ طه حسين أنهما كانا يحتفلان بصلوات البصخة أسبوع الآلام الذي يسبق عيد القيامة، وكان الأدبيان يعتزلان في هذا الأسبوع في القناطر الخيرية. وأيضا والقمص زكريا بطرس يثير جدلا في برامجه التي تبث في مصر والشرق الأوسط، والتي ثبت في مصر والشرق الأوسط في قناة الحياة كما يبث من قناة الكرمة في أمريكا الشمالية، بالإضافة لغرفته التابعة والزائعة تصيته على الإنترنت البلتوك. ويذكر أن الكثير من البرامج الأجنبية استضافته، والكثير أيضا كتب عنه، وإحدى المجلات الأمريكية جعلته شخصية العام 2008، وأيضا صدر عنه كتاب 154 صفحة كتبه المؤلف الأسترالي ستيوارد روبنسون، وأطلق مؤلف الكتاب على القمص زكريا رسول إلى الإسلام تشبيها بالقديس بولس الرسول للأمم، هذا ما لا يليق أبدا. وبالنسبة للفنانون للقمص زكريا بطرس بعد إساءته لرسول الإسلام، تصدر عدد من نجوم الفن الرد والهجوم على القمص المشروع زكريا بطرس الذي أذاع فيديو أساء فيه للنبي محمد رسول الإسلام، وتسببت تصريحات المذيع في موجة غاضبة واسعة استدعت إصدار الكنيسة بيانا نفت علاقتها به بعد شلحه وصبره خارج مصر. ونشر الفنان ماجد الكلدواني أحد مقطع فيديو من أحد مشاهده في فيلم طلب طلق صناعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق أيضا والمصحف مسيحي. كما هاجمت الفنانة عايدة رياض الكاهن زكريا بطرس ونشرت صورة للكاهن المشروح عليها علامة إكس عبر حسابها على الانستغرام، وعلقت فيها قائلة أرفض أي إساءة للدين الإسلامي، فأنا أحترم الدين الإسلامي جدا ومفيش حاجة تقدر تعمل بيننا فتنة، وتابعت وأنا مسيحية وبحتفل بالمولد النبوي مع جيراني وكلنا واحد، وعمر ما كان في ولا حد هيبقى في اختلاف بيننا، الدين لله وحده. فيما علق الفنان عمرو يوسف على الفيديو المتداول للقمص زكريا، وكتب عمرو يوسف عبر حسابه بموقع تبادل مالكش دعوه بديانه حد، وهاجم الفنان ادوار كان مشروع زكريا بطرس ونشر عبر حسابه المؤسس الاجتماعي صوره بطرس وضعنا عليه علامه اكس، وعلق قائلا انا عملت مداخله مع الاعلامي وائل ابراشي من ايام الثوره عشان واحد اسمه رامي جان كان يرد وبيحاول يتكلم باسم المسيحيين، الدين مش كده، كل الاديان محبه، مش هسمح لاي حد يعمل فتنه بيننا، انا بحب وبحترم اخواتنا المسلمين والدين الاسلامي، وتربيت على صوت الاذان وبستنى رمضان كل سنه وبصوم اول يوم زي ما امي عودتنا، وبسهر مع اصحابي ليله العيد للصباح لحد ما يروح الصلاه، انا تربيت على كده وعيش على كده. احبائي واعزائي لكم مني كل الحب والتقدير، ويا رب تكونوا دايما بخير وسعاده، وهنكمل بعد كده.